أبدأ معك دكتور نسيم، ويعني كيف تقيم ما حدث في بنك سيليكون فالي وأيضا بنك سيجنتشر والمشكلة التي حدثت بسبب ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مع استثمار بنك سيليكون فالي في سندات لكن ربما كانت بفوائد أقل؟ فعلا ما حدث مع سيليكون فالي بانك هو أنه شاهد تدفقات كبيرة في الودائع بلغت 200 مليار دولار تقريبا، وارتفعت ب 300% مقارنة مع ارتفاع في القطاع المصرفي الأمريكي للودائع بنسبة 37% في الفترة نفسها. وهذا سببه أن هذا المصرف بالذات هو مصرف شركات الناشئة بالتكنولوجيا والتي لم تكن بحاجة للاستدانة من المصرف أو من القطاع المصرفي بسبب طفرة تدفقات الاستثمارات في صناديق الاستثمار التي تأخذ مخاطر، يعني صناديق الفنتشر كابيتال فوند. وبالتالي هذا الفائض من السيولة استثمره المصرف في سندات الخزينة طويلة الأمد وأيضا في سندات قصيرة الأمد. وعندما ارتفعت الفوائد كما تفضلت في الولايات المتحدة السنة الماضية ورفعها الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم، وكان هناك نقاش عميق في الولايات المتحدة عن سرعة ارتفاع هذه الفوائد ومستواها إذا كان سيضر بالاقتصاد من أجل لجم التضخم، فما حدث أنه عندما تراجعت الحركة في قطاع شركات التكنولوجيا واحتاجت هذه الشركات الناشئة بعض السيولة أتت إلى المصرف لتسحب من ودائعها، ولكن لم يستطع المصرف إعطاء المبلغ الكافي من الودائع فاضطر لبيع جزء من محفظته للسندات القصيرة الأجل، ما كبده خسائر بلغت 1.8 مليار دولار، وذهب ليعوض عنها من خلال رفع رأس ماله، ولكن المستثمرين لم يتقبلوا هذا الطلب ولم يتجاوبوا مع المصرف. نعم. ما أدى إلى أزمة السيولة لديه وهلع المودعين وأقبالهم على المصرف لسحب ودائعهم وتدخل السلطات الأمريكية لضمان ليس فقط السقف القانوني 250 ألف دولار، ولكن لضمان كما شاهدنا بالأمس كل المودعين بغض النظر عن مبلغ ودائعهم في المصرف. أما بالنسبة لمصرف سيجنتشر بانك في نيويورك فهو يعني مصرف يتداول في العملات المشفرة، وهذه بحد ذاتها تشكل مخاطر، يعني عملات مشفرة بحد ذاتها قطاع ممتلئ بالمخاطر والمضاربات. وطبعا القطاع التكنولوجي وشركات الفنتشر كابيتال هي تستثمر ايضا في هذا القطاع في الكريبتو كارنسي، فلهذا الأزمة ربما كانت مضاعفة.